يعني طريق دركوس سلقيم بيخدم يعني كثير ناس، يعني في عدة مخيمات موجودة على الطريق هذا موجودة، يعني هي بخدمها، وفي كثير ناس يعني أكثريتهم نازحين وكذا، ما بيعرفوا إنه في مطبات وفي طجات وفي مي وفي طين، يعني أكثرية الأيام عم بصير حوادث. ويعني أنا عندي آلية يعني بروح وبجي مثلا على بيتي، يعني ما بلحق تصليح من كثرة المطبات ومن كثرة الطجات. أنا متمنى من الجهات المعنية إنه يسعونا في هالطريق ويزبطونا إياه، بيكون الله يجزيهم الخير. مليان حفر، ما عم نعرف انه الطريق في طجه، شد غمقه شد ما غمقه، عالم عم تعصى، عالم عم تعطل سيارتها، ما عم نلحق تصليح سيارات بالدوزان. يعني هذا الطريق واصل بين سلقين ودركوش وفي مخيمات عليه، يعني طريق عام كلياته حفر، كلياته بالشتي عم يتعبى مي، ما عم نعرف اذا في جوره ولا ما في. هذا الطريق عم نعاني منه صرنا أكثر من 3 سنوات من كثر ما في حفر ومطبات وجوار، والمنظمات وعدنا صار أكثر من منظمة وعدتنا إنه يشتغلوا بهالطريق، ولحد الآن ما تلقينا غير الوعود. وهاي الطريق وهاي السيارات تفرج على وضع هالطريق، طريق وضعه مأساوي، وخاصة نحن بفصل الشتاء، ولحد الآن ما في غير الوعود.